فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذه العبارة صحيحة وهي ناقش من يخالفك بمنطقه ومسلماته ومذهبه هو، لا بمنطقك أنت ومذهبك؟ لا تناقشه منطقك ولا منطقه، ناقشه بالدليل من الكتاب والسنة، ناقشه بالدليل من الكتاب والسنة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.